بنعزف موسيقى مصرية معاصرة وبنعزف مع بعض بقالنا 3 سنين تقريباً instrumental music يعني مفيش مغني. أنا اسمي عمر مجدي بعزف جيتار. وأنا اسمي حمد ملواني أنا بلعب بيس. وأنا نايل أسامة بلعب درمز. أنا اسمي طارق الأزهري بعزف عود وتعلمت بقى مزيكا في بيت العود العربي قابلت عمر بقى وابتدينا القصة. بعزف جيتار تقريباً من حوالي 13 سنة وتعلمت مع نفسي الصراحة، ما كانش عندي حد معين بيعلمني يعني. وصدفت إنه في محل الآلات الموسيقية فتح في العمارة اللي أنا كنت ساكن فيها، فكان دي نقطة البداية بالنسبة لي إن أنا نزلت بقى وابتديت أستكشف المحل لحد ما قررت في الآخر إن أنا أجيب جيتار. بس وصادفت بقى في الفترة اللي أنا كنت بتعلم فيها ناس كتير ساعدتني قوي إن أنا أنمو وأطور من نفسي، منهم بقى ناير ومنهم طارق ومنهم ملواني. فبس من وقتها بقى وأنا فضلت بقى بعزف يعني وبتعلم كتير وبلعب في بروجيكتس مختلفة كتير لحد ما جات لي فترة ابتديت بقى أنجذب قوي للموسيقى الشرقية، وابتديت إن أنا أحس إن في عالم تاني أساساً أنا لسه عايز أستكشفه وبحر فيه. فدي برضو صدفة الوقت اللي أنا اتعرفت فيه على طارق، وكان هو بالنسبة لي بقى زي الباب اللي بيتفتح لي منه بقى العالم ده من المزيكا. بس ابتدينا بقى نعزف مع بعض واكتشفنا بقى إن إحنا بينا كيمياء بالظبط بينا كيمياء، فحبينا بقى نستكشف ده أكتر وجات لنا بقى الفرصة إن إحنا نقدر نعزف مع بعض ونعمل مزيكا مع بعض. اتكوننا دكان انه احنا هو بالظبط ان انا وطارق اتقابلنا مع بعض، ولما ابتدينا نعمل النوع ده من الموسيقى وحسينا ان احنا عايزين نعمل لها توزيع بشكل معين، فقررنا ان احنا بقى نتكلم مع ناير. كنت انا اصلا اعرف ناير من بروجكت ثانيه، بس كلمناه وعملنا مع بروفا، وبعدين الموضوع وسع وكلمنا شويه محمد كمان وعزفنا مع بعض، ولقينا ان هو ده الفورميشن اللي احنا عايزين نكمل بيه الفتره دي. هو تقريبا انا ما اقدرش اقول انه انا اللي اخترت المزيكا دي، بس اقدر اقول ان هي فرضت نفسها عليا. فهي انت بتبقى ودنك نفسها تسمع حاجه وانت نفسك تستكشف حاجه، فهو ده اللي بيحصل يعني، بتمشي ورا احساسك يعني في الموضوع ده. وحسيت انه انا بسبب الباك جراوند اللي عندي من الموسيقى الغربيه اللي كنت بسمعها قبل كده والموسيقى الشرقي اللي طارق كان طول عمره بيعزفها وبيسمعها، فهو ده اللي ولد بينا المزيكا اللي احنا دلوقتي حاسين ان هي ليها مكان قوي في السوق تكون موجوده وفي الميوزك سين. بالظبط، لانه حاسس كمان انه يعني احنا بنلعب الموسيقى الآلية اللي هي instrumental music، فهي مش موجودة الحقيقة بشكل كبير، عشان حاسس ان احنا ثقافتنا اصلا الغنى، ثقافتنا انه ام كلثوم بتغني واللحن زي رياض الصباطي والأصابجي ومحمد عبد الوهاب، كل الناس دي معروف عنها انه اللحن يعني او الجملة الموسيقية او الغنى هو اهم بكتير. مش مهم، هو مهم جدا كان بالنسبه لهم، بس يعني كان هو ده هو ده. انا حاسس ان هو بالنسبه للسين انا كنت متوقع انه ما يكونش في فيدباك قوي للمزيكا بتاعتنا عشان هي ما فيهاش مغني، بس اللي اكتشفناه بقى هو عكس كده بالظبط يعني.
اللي اكتشفناه هو ان الناس عندها تقبل كتير جدا لده، ونفس الناس حتى بتجي لنا اكتر من حفلات وبتبتدي تبقى عارفه الاغاني اساسا ومستنيين نسمع اغاني معينه. بالظبط. ده شيء جميل الصراحه وغير متوقع يعني. ده حقيقه. Thank you.
اسمي نايل اسامه وبلعب درمز في دكان. يعني كان طول عمري نفسي العب درمز وانا صغير، كنت عارف ده يعني او ايقاع عموما، بس كنت دايما بتهبل يعني على شكل الدرمز. فواحد صاحبي لقيته بيقول لي اه في احنا ممكن نروح نحجز في استوديو وعندهم درمز وكده ممكن نروح نلعب، قلت ايه ده ممكن احاول افتكر الحاجات اللي. فروحنا ولعبنا مزيكا ومن هنا بدات الناس معايا في المدرسه برضو كنا بنروح بقى كل شويه نلعب بعد المدرسه. الموضوع كمل برضو وقت الجامعه. وفي الجامعه خدت شويه كورسز درمز برضو مع مدرس اسمه الكسندر جريتشنكو. وبعدين في الفتره دي كده كنا برضو كنت اتعرفت على عمر، قعدنا نلعب مع بعض يعني مزيكا فتره طويله يعني. وكان في لعبنا في باند كنا انا ومحمد الملواني برضو وعمر. بس بعد كده هو كان بعد كده عمر بقى لما اتسحل شويه مع طارق في موضوع ان هم كانوا بيلعبوا شاري وكده، ففي الاول قالوا لي تعالى احنا ممكن نجرب حاجه مع بعض. فانا في الاول اتحمست الموضوع، كنت المفروض العب بيركشنز يعني او اجرب كاخون ودول او وحاجات كده. فلعبنا كام حفله بالشكل ده. الحقيقه كانت حفله ويعني كان عندنا ميعاد اول حفله وما كانش فيه بيركشن بقى قبل الحفله بيوم، ما كانش فيه حد يعزف معانا. فناير بقى جه قبل الحفله بيوم بالظبط، ما كان قررنا ان احنا ممكن نبدا نجرب الموضوع بالدرمز وكده نشوف الموضوع ياخدنا فين. فلقينا ان ده فتح لنا يعني سكه ان احنا صوتنا يبقى مختلف يعني بشكل ما، يعني ان هو شرقي بس احنا فورميشن باصل غربي شويه او كده. اللي شددني في ان انا العب مزيكا مع دكان هو ان يعني فيها فيها الفريدم بالنسبه لي يعني كدرامر، يعني فيها مساحه ان الموضوع يختلف، مش محكم يعني بطريقه عزف معينه يعني، علشان احنا بنجرب حاجات والموضوع مفتوح يعني في ان احنا نكسبلور اصوات مختلفه الحاجات هذه وممكن نرزع لو حبينا يعني. ففي الاوبشن ده موجود يعني، فهو ده اللي انا عايزه كمزيكاتي في باند يعني اعرف العب اللي انا حاسس ان انا عايز العبه يعني. انا اسمي محمد ملويني، بلعب مزيكا مع دكان بقالي 3 سنين، بلعب معاهم كنت بلعب كونتر باس في الاول، بعدين بقيت العب كونتر باس وبيس، وبعدين بقيت العب بيس بس. او اشمعنى البيس؟ خبط. صح، سؤال محرج. سؤال محرج. هو دكان انا ما بلعبش مزيكا شرقي خالص، ما كانش ليا اي تعامل معاها يعني، كنت بس بسمعها في اوقات معينه كده زمان يعني، بس ما لعبتش قبل كده لا مع ناس بتلعب مزيكا شرقي. فكانت فرصه كويسه يعني ان انا اتعرف على هذا الجانب. هو المزيكا بالنسبه لي بحبها يعني، وهو ما بستكشف معاهم بقى المزيكا الشرقي فيها مختلفه يعني عن المزيكا اللي انا كنت بلعبها، وبتعلم منهم بصراحه يعني، بتعلم وفي مساحه كده للواحد يجرب حاجات. انا اسمي ماجد السعيد، عايش في نويبع من سنة 1994. عندنا حبيبة بيتش لودج وحبيبة أورجانيك فارم، وده ساعدنا إن احنا نبني حبيبة كوميونيتي. أنا جيت زي أي حد عايز يعمل فلوس، عشان هي دي كانت ساعتها الحاجة اللي بنحاول إن احنا نأمن بيها نفسينا وأولادنا وكده. بس بعد رحلة حياتي، أنا دلوقتي 61 سنة، اكتشفت ان مش هو ده اللي احنا المفروض ندور عليه، وان الامان بتاعنا في ان احنا يبقى عندنا اكلنا. فعشان كده اتجهت ان احنا نعمل المزرعه. المزرعه دي مع الوقت تحولت ان هي بقت مزرعه تجريبيه تعليميه لخدمه المجتمع. احنا بناكل والناس اللي حوالينا ابتدت ان هي تشوف المشروع، وده شجعنا ان احنا نعمل حبيبه كوميونتي. حبيبه كوميونتي باختصار هي مبنيه على تناغم الاختلاف والامن الغذائي بتاعنا والتعليم، لان من غير التعليم احنا مش هنقدر نوصل لاي اهداف ايجابيه في حياتنا. ده خلانا نتجه ان احنا ازاي نامن حياتنا. فابتدينا ان احنا نزرع، وانا شايف ان نويبع يعني من اكتر الاماكن اللي هي تصلح، لان فعلا ربنا حبانا بحاجات كتيره هنا حلوه. عندنا البحر، فنقدر كل الناس اللي هي مهتمه بدراسه الحياه تحت البحر، البيئه، المارين بيولوجي، الناس اللي هي مهتمه بالجبال والجيولوجي، عندنا هنا جبالنا والصحراء بتاعتنا فيها كل حاجه.
عندنا الزراعة قدرنا إن إحنا نطلعها، فالناس بتقدر تيجي من تدرس الزراعة في الصحراء. أنواع النباتات اللي هي بتخش وإزاي نبقى عندنا حاجات بتغذينا، مش إن إحنا بناكل بس، ده برضو بتدينا نعرفه من الطلبة والباحثين والدارسين. أنا أتمنى إن أنتوا تيجوا تزوروا وتشوفوا المزرعة وتشوفوا الشباب البدو وغير البدو شغالين في مزارعهم وبيبتدوا إن هم ينتجوا. ما كناش هنقدر نحقق ده من غير ما يكون في عندنا التعليم، فعملنا مركز تعليمي، ولورينا الحقيقة ساعدتني جامد في الموضوع ده، وأنا حابب إن هي تتكلم عن المشروع بتاع تعليم الولاد الصغيرين والأمهات. أنا لورينا وعندي 53 سنة، عشت هنا في القاهرة فترة طويلة. أنا كنت اشتغلت في كذا مدرسة في القاهرة، وفكرت إن أنا خلاص عايزة أستقر على طول في نويبة. وفي تانا فصل زي أفتر سكول، يعني الولاد طبعاً كان بينبسطوا جداً، بيتعلموا حاجات كتير وكل حاجة بالنسبة لهم بصراحة جديدة. وكده بدأنا نعمل كل الأكتيفيتيز اللي هم مش بيعملوها في المدرسة، وبدأت بحاجة بسيطة. الموضوع كبر، يعني كبر عشان لقينا إن الولاد فعلاً بيحبوا، وناس أصحابنا بيجيبوا لنا ألعاب وحاجات. والحمد لله بنينا دلوقتي في الليرنينج سنتر جديد. مرة عملنا كورس تطريز، كان في واحدة ست جت مصرية ادت لهم علمتهم إزاي يطرزوا على القماش. ومرة عملنا كورس خياطة، اتعلموا مع الماكينة الخياطة. وطبعاً المشروع بيكبر شوية شوية. سينا نفسيها مزيكا، يعني كفاية بس أنت صوت الطبيعة، الرياح، البحر، الموج، العصافير. المزيكا دي لغة من اللغات اللي هي لغة تواصل مع البشرية، بدون لغة كل الناس تقدر ان هي تتكلم بيها، حتى لو ما بتتكلمش اللي هي اللغه الام بتاعت كل حد. يعني اقصد اقول ان هي لغه بتوحد الانسانيه. انا يعني احنا سعداء جدا ان يبتدي يجي شباب واعي يخرجوا بره الزحمه عشان يشوفوا النور. الناس في القاهره عايشه في ضلمه، ودي كانت دايما الرساله بتاعتنا، يلا يا شباب اخرجوا. احنا جينا واحنا صغيرين وما كانش فيه حاجة. النهاردة انتوا عندكم فرصة، بتيجوا فيه يعني خدمات ما كانتش موجودة أيام. طبعاً وجودهم في حياتنا وفي نويبع ده قيمة مضافة للمجتمع، وده بيشجع ناس تانيين ان هم برضو خدوا المخاطرة، ان هم سابوا شغلهم وسابوا حياتهم الكومفورت زون، ان هم خرجوا. ويعني بيفكرونا بشبابنا الحقيقة، بس هم يمكن يكونوا يعني بادئين بفكر مختلف، لان هم عندهم من الادوات اللي ما كانتش متاحه في الجيل بتاعنا. فده حاجه يعني انا فخور بيها وسعيد بيها جدا ان هي موجوده. يعني احنا بنتعامل مع جنسيات مختلفه ومع اديان مختلفه ومع ناس كتيره مختلفه، فبنلاقي ان المناخ اللي هو موجود هنا في نويبع عامه وفي الدايره خاصه عندهم لغة تواصل ما هياش موجودة في أماكن كتيرة. فهم بيساعدونا في الرسالة بتاعتنا، إن إحنا بنقول لازم يا جماعة نخرج برة المدن الكبيرة ونبتدي نعمر الصحراء. إحنا الصحراء بتاعتنا دي هنسيبها لمين؟ بدل ما إحنا قاعدين فوق بعضينا في القاهرة، لا، نبتدي نخرج ونستمتع بالطبيعة دي. وفي حاجة تانية مهمة برضو بقولها للشباب، ان احنا بيبقى هدفنا ان احنا نعمل فلوس عشان فاكرين ان احنا بالفلوس دي بكره هشتري لي مزرعه، او ان انا هشتري بيت على البحر او الكلام ده كله. انت هتقدر تعمل كده، بس هيكون سنك كبر فمش هتعرف تستمتع باللي انت عملته. انما الجميل ان انت تستمتع بالرحله وانت بتنشئ ده. فانت سيب القاهره وما تخافش واطلع. انا ما بقولكش تعالى نويبع بس، مصر مليانة أماكن كتير، بس هو الفكرة إن أنت أي حتة تقدر تروح تعمرها. غير كده إحنا هنروح فين؟ أنا عندي دراسة إن القاهرة سنة 2050 درجة الحرارة هتوصل 70 درجة مئوية. التغيرات المناخية يا جماعة دي حقيقة واقعة، لازم ناخد بالنا منها. المية بتاعتنا لازم يبقى عندنا إدارة واعية ليها. الأكل بتاعنا إزاي ناكل الأكل صحي، إزاي إن أنت تتنفس أكسجين وهواء بدل ما أنت عمال تتنفس عادم، وده بيأثر عليك وعلى أولادك.
الناس تيجي وتبني وتعمر وتستمتع بالحياة بتاعتها. احتياجات أي بني آدم في الدنيا هي لقمة وهدمة وإنسان تحبه تعيش معاه. كون إن في مكان أساساً زي دايرة ده بيعمل إيفنتس زي دي ويحتضن الموسيقيين اللي هم موجودين في القاهرة، ده شيء في حد ذاته عبقري يعني. وهو بيساعد يعني إحنا كدكان إحنا ممكن نقول إن إحنا كبرنا مع دايرة. أيوة بالظبط يعني. ممكن في الأول الموضوع كان بنلعب مع بعض حفلات صغيرة، وبعدين دلوقتي الكولابريشن اللي هم عملوه مع تين تي في ده ممكن نقول إن هو بيتوج أساساً العلاقة دي اللي هي بيننا وبين دايرة. يعني مش مجرد حفلة، كمان في تصوير وتلفزيون، يعني اللي هو يكون في فيديوهات بقى الموضوع بنعرف تستخدمه في حاجات بعد كده أو يخلي الناس تشوفه فيبقى محمس أكتر. لا يعني نستخدمه إحنا كدعاية لينا للباند أو فيديوز يعني، وين وين. أكيد البروجرام ده يساعدنا في الانتشار جدا يعني. هو كفاية إن هما بيوثقوا المزيكا اللي إحنا بنعملها وبيساعدونا إن إحنا نبقى عندنا المزيكا دي في صورة ملموسة نقدر ننشرها أكتر مع ناس ونبعتها للناس، ودي حاجة أصلاً مش سهل إن أنت تلاقيها خالص كموسيقي في مصر يعني. يعني مثلاً حتى زي ما كان طارق بيقول، إحنا في الأول برضو مع دايرة كنا بنبدأ اللي هو جامات، وموضوع كان دايماً صغير، وبعد كده أول إيفنت كان بدأ يكون فيه شكل إيفنت أكتر، وبعد كده كل مرة كنا بنروح كان الموضوع بيكبر يعني، السماعات كانت بتكبر، الناس كانت بتزيد، والموضوع يعني كان كل مرة بيتطور عن اللي قبلها يعني. فده يعني لحد دلوقتي وصلنا اللي هو اعتقد اعلى حته اللي هو فيها بقى الموضوع ده كله، بلس ان تين تي في تيجي وتصور الموضوع وتوثقه. فده يعني كانت احسن حاجه ممكن يعني الموضوع يوصل لها، وكمان هوبفلي الموضوع يكمل يعني، مش السيزون ده بس، مثلا يكون في مثلا سيزونز جايه ويطور الموضوع، طبعا نشوفه طرق مختلفه يعني يعرضوا بيها الموضوع، بس يفضل موجود يعني التصوير والناس تعزف.